السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله أنتم مبسوطين. وجانب جديد على فورتنايت، اليوم إن شاء الله سمعت جيش كسكس ستوري، بدأت نسلم من ذاك إن شاء الله خلينا الحين نبدأ. فإن شاء الله كود الماب 5157-8935-02-09. إن شاء الله راح ندور معكم جوهرة، اللي هو جوهرة حق الجلتش اللي حق قصة واو اللي هناك. وطبعا شباب وسام برضو ذات كود الماب زي ما قلنا لكم 5157-8935-02-09، او تكتبون في مربع البحث اللي هو 3DH، وتاكد اهم شيء موجود علامة الاكس بي. بسم الله، اول ما ترسمون راح يرسمون عند الخزنة، كل واحد من الثلاث اشياء. بعدين تروحون ورا الخزنة على طول للجبل اللي ورا الخزنة مباشرة، اللي هو هذا. اول ما توصل ذا الجبل راح تلقون الجوهرة هنا. لا تعلم الجوهر تطلع علمتها. وكما في اشياء ثانية بعد لو زي هذا الدير، وتغلب راح اعطيك من اكس بي مدري كم صراحة. شوف 4000 بس، كم رجع نايس تقريبا ذبح دول في درع راح من الدراعين. هذا درع طايف من هنا، في درع ستون هنا فلا مفاتيح اكس بي هناك في الاسطوار. وات هذا سلامة، ما في هذا سلامة، تصميم ذهب، ما في فلوس سلامة مهم، هذا غرفة واو، راح تضغطون على الجوهرة، راح تلقون هنا في شيء مكتوب هنا اجلس وانهار، ليش ما ينهار؟ اي، او كذا، اوكي، مهم. هذي كيف واصل اوكي واو هي كيف اوكي هذا بس هذا الجلتش اللي موجود في الموضع جدا سهلين. جوا في جد ثاني بس مدري هل موجود ولا راح اتاكد. ها بس احاول اوصل دبل هنا. يوصل للفيلم لا لا يعطيه زين ولا لا ايش قلت لسه موجود. طيب الشباب الدرج يشوف تترون ترجع مرة ثانية شوفوا هل نفس اكس بي نفسه ولا اخترب؟ اخترب نفسه تعود نيجي شوي بس في جيش هاي المبنى موجود ولا اوكي ليش نجمع زي كذا؟ لا موجود
فهذا تجيك بالرفاهية اللي هو عند هذا الجنب تجي تسويه. اوكي يا شباب، هنا وصلنا نهاية الفيديو، وشاركوا المقطع ولا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة، ومع السلامة. دي حلقة بس هذا شيء، بس مع السلامة.